تنبيه من المستوى الثاني على موجة حر التي تجتاح حاليا الواجهة الوسطى وكذلك الشرقية على كل من العاصمة بومرداس تيزي وزو كذلك ولاية أقول جنوب ولاية بجاية جنوب ولاية جيجل ولاية سكيكدا عنابة حتى على ولاية الطرف حيث درجات الحرارة تتراوح ما بين 40 إلى غاية 42 درجة على المناطق الشرقية إلى غاية يوم الأربعاء لكن على المناطق الوسطى إلى غاية يوم الغد إن شاء الله لتعرف تراجع خلال يوم الأربعاء بحول الله. حالة السماء خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بنسبة رطوبة عالية خلال الصباح على الواجهة الساحلية الغربية مع أجواء مغشات تقريبا على جل السواحل وحتى على المرتفعات والهضاب. السحب ستزداد كثافة ركامية رعدية مطيرة إن شاء الله خلال الأمسية على الهضاب مع أقول تساقط لحبات من البرد. إذن الأمطار ستلتحق ليلا بحول الله على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية تقريبا نفس الوضعية الجوية على ولاية تيندو في الحدود المالية الجزائرية أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار والتاسيلي. أجواء شبه رعدية كذلك خلال الأمسية على شمال الصحراء مع زوابع رملية ستنشط من منطقة جنوب الواحات نحو الصحراء الوسطى كذلك منطقتي الهوغار والتاسيلي. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد مقاييس إن شاء الله ما بين 21 لغاية 24 درجة على الواجهة الساحلية ترتفع لغاية 29 درجة على أقول على معسكر غليزان شلف وحتى جنوبا على غردايا تندوف وأيضا إليزي لن تتعدى 23 درجة على تمنرست ترتفع أكثر لتقارب 33 درجة على الصحراء الوسطى. أما عن ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى إن شاء الله في ارتفاع موجة حار تجتاح الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية مقاييس ما بين 40 إلى غاية 43 درجة. ننتظر 33 درجة على وهران جنوبا 35 درجة على تمنرسة 38 درجة على جانت لكن تفوق 40 من شمال الصحراء نحو أقصى الجنوب مناطق الجنوب الشرقي كذلك مناطق الجنوب الغربي لكن طقس حار سيخص الصحراء الوسطى حيث درجات الحرارة القصوى تقارب 46 درجة. أما البحر خلال يوم الغد إن شاء الله يبقى هادئ جميل تقريبا على طول الشريط الساحلي حتى الرياح ضعيفة ممارسة السباحة مسموحة حتى درجة حرارة مياه البحر تقارب 26 درجة.